بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيح وشراحه في الدارين آمين. المجلس 200 النهاردة، من أول ما بدأنا صحيح مسلم يبقى ده النهاردة المجلس 200 منذ أن بدأناه في شهر 5 مايو العام الماضي، يعني تقريبا في 10 شهور ونصف، 200 مجلس في 10 شهور ونصف، والحمد لله. يبدو ان صحيح مسلم هيحتاج 400 مجلس حتى ننتهي منه، كده تقريبا احنا في نصفه، فربنا يعيننا ويقوينا ويتم علينا بخير. الباب 69 من الكتاب 16، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها. معلوم أن الكعبة بنيت 5 مرات، بنيت 5 مرات الكعبة. أول بناء لها بنته الملائكة، أبونا آدم جه الأرض لقى الكعبة مبنية، بنتها الملائكة وطاف بها وحج، ظلت مبنية إلى أن جاء طوفان نوح فهدمت بالطوفان، فعاد بنائها سيدنا إبراهيم. يبقى أول من بناها من البشر أبونا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بعد هدمها بطوفان نوح. ثم بعد ذلك تهدمت بكثرة السيول، فأرادت قريش أن تعيد بنائها، وكان النبي عمره قيل 35 عاما وقيل 25 عاما، فبنيت الكعبة، بنتها قريش في عصر النبي قبل بعثته، وحضر بنائها نبينا صلى الله عليه وسلم، بل هو الذي أخذ الحجر بيده الشريفة ووضعه على ثوبه، ثم رفعوا أطراف الثوب، ثم أخذه ووضعه في مكانه الموجود الآن صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نقضها ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، لما آلت له الخلافة 8 سنوات، قعد 8 سنين خليفة على منطقة الحجاز والعراق لحد ما جاء الحجاج بن يوسف وحاصره، يبقى ايه، هدمها واعاد بنائها على قواعد ابراهيم كما كان النبي يتمنى، ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، فادخل فيها الحجر وبنى على قواعد ابراهيم، ولا جعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا، وجعل بابها الى الارض. ده مين؟ سيدنا عبد الله بن الزبير. ثم بعد ذلك لما تغلب عليه الحجاج بن يوسف واحترقت الكعبة بسبب الحرب التي تمت بينه وبين عبد الله بن الزبير، أعاد بنائها على البناء الأول، وأخرج منها الحجر وأعادها على البناء الأول، لأن قريش قصرت في بنائها عن قواعد إبراهيم بسبب قلة النفقة، لأن هم أرادوا أن يبنوها من مال حلال صرف، فأبعدوا أموال الخمور وأموال القمار وأموال الربا، وبنوها من حلال صرف، فقصر الحلال الصرف عن انه يبنيها على جميع حدودها. دي قريش. ابن الزبير لما بناها على قواعد ابراهيم. جاء الحجاج بامر من يزيد ابن معاويه، قال له لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، يريد ان هو يعني يوبخه. اعد بنائها على ما بنتها قريش، فاعاد بنائها على ما هي الان، وهي على بناء الحجاج لحد دلوقتي، يعني بنائها الان ده لحد دلوقتي وعلى بناء الحجاج بن يوسف.
في عصر هارون الرشيد استشار الإمام مالك ابن أنس وكان معاصرا له إمام دار الهجرة على أنه ينقضها ويعيد بناءها على بناء ابن الزبير. فقال له الإمام مالك: أستحلفك الله ألا تجعل الكعبة ألعوبة بين الحكام، كل حاكم يأتي يهدمها ويريد بناءها، اتركها للمسلمين كما هي. فتركها على إشارة سيدنا الإمام مالك. آدي قصة الكعبة من أولها لآخرها لحد ما احنا يومنا هذا. كل التعديلات بتتم حولها لا فيها، هي كما هي على بناء ايه؟ على بناء ابن الزبير، على بناء الحجاج ابن يوسف. الحكمة، أنا أرى أن الحكمة أن الكعبة وهي بيت الله الذي أراده الله يكون فيه نوع نقص، ليدلك على أن مبنى الدنيا على النقص، إن لا كمال في الدنيا، من أراد الكمال في الدنيا لا يجد. حتى بيت الله أراد أن يبينه، جعله ناقصا أمام الناس ليبين أن مقصوده من الدنيا النقص، لأنها دنية وقصيرة الأجل، فلا تركن إليها. والله أعلم. باب نقد الكعبة وبنائها. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع بعد 300 و3000، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا، يعني بابا خلفيا، يعني خلفا يعني بابا خلفيا، عشان باب الناس تدخل منه وباب الناس تخرج منه، ولجعلت له لها خلفا يعني بابا خلفيا. قول النبي لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة دل على أن الحاكم والإمام لابد أن يراعي مصالح الناس ويقدم المهم على الأهم، لأن النبي كان يريد أن يكمل الكعبة، لكن منعه إيه؟ إن هذا قد يؤدي إلى فتنة عند الناس حديث الإسلام، وأنهم يقولوا أن نقد الكعبة يؤدي إلى عدم تعظيمها في قلوبهم. فالنبي أراد أن يؤثر تعظيم الكعبة في قلوبهم مع بقيها على بنائها الناقص من أن يهدمها فيهتز صورة الكعبة في نفوس حديث الإسلام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد يترك الأمر إيه؟ المطلوب أهو. يبقى الترك لا يدل على النهي، كما ذهب ابن تيمية في قواعده أن كل ما تركه النبي فإنه نهى عنه، فهذا يدل على أن الترك لا يدل على النهي، بل يدل فقط على جواز الترك ولا يدل على النهي عن المتروك، بل قد يترك النبي الأمر الواجب لما هو أوجب، قد يترك النبي الأمر الواجب لما هو أوجب. ترك قتل المنافقين وكان يعلمهم بالاسم، المنافقين ما كانش عددهم كبير أيام 16 وقيل 18، ايه 18 يعني؟ كان النبي يقبض عليهم ويقتلهم، كانش مشكلة. الباقي كان سمعون لهم، خد بالك، لكن عدد المنافقين الصرف في عصر النبوة وفي وسط الصحابة كانوا حوالي من 16 إلى 18، كانش عددهم كبير، لكن كان فيه سمعون لهم بيسمعوا بس، لكن مش منافقين. كان مش ممكن النبي وعارفهم بالاسم النبي صلى الله عليه وسلم، كان ممكن يقتلهم ولا ما يقتلهمش، بل واجب قتلهم لان كانوا بيعملوا مشاكل، لكن قتلهم هذا الواجب النبي تركه لما هو اوجب، لان المنافقين اختلطوا مع الصحابة للي عايشين خارج المدينة، لانهم عايشين في وسط الصحابة، فلو اهل الجزيرة العرب سمعوا ان النبي قتل بعض اصحابه خاف الناس من ان يدخلوا في الاسلام، لا يأمنوا جانبهم مع النبي، يقوموا يخافوا يجوا يسلموا، يقول لك ما يمكن يقتلنا بعد ما نسلم،
زي ما قتل فلان وفلان وفلان، ما كانوا بيصلوا خلفه قتلهم، ده كانوا بيخرجوا معاه في الغزوات وقتلهم، يقوم الناس تصد عن الدخول في الإسلام. فالنبي قدم الأوجب وترك الواجب. الأوجب هو نشر الإسلام وإن الناس تدخل في دين الله أصلا، والواجب قتل المنافقين لدرء الفتنة. فقدم تشجيع الناس على الدخول في الإسلام على بقاء هذه الفتنة القليلة التي سوف تنتهي بزوال حياتهم، فإن حياتهم محدودة وبعد فترة هيموتوا كلهم وخلصت. يبقى النبي قد يترك الواجب لما هو أوجب، وقد يترك المستحب لما لعدم الحاجة إليه، وقد يترك الواجب لعدم الحاجة إليه. ترك جمع المصحف بين دفتين، كان يكتب في صحف وتتجمع الصحف، لكن ما جمعش الصحف كلها وجلده كده زي ما بنعمل، لم يحدث هذا إلا في عصر سيدنا عثمان. طب لما ترك جمع المصحف وهو أمر واجب؟ لعدم الحاجة إليه، لتوفر الحفاظ. حفاظ القرآن كتير في وسط الصحابة، لما كثرت الغزوات ومات الحفاظ وخاف سيدنا عثمان الناس تختلف على القرآن عملي، جاء وقت الحاجة فجمع. يبقى ترك النبي جمع القرآن لعدم الحاجة إليه في عصر، بالرغم ان جمع القرآن امر واجب. يبقى قد يترك الواجب اما لما هو اوجب او لعدم الحاجة اليه، فاذا جاء وقت الحاجة نفعله، وما نقولش ده بدعة لان النبي لم يفعل، ازاي نجمعه والنبي لم يفعل؟ يبقى منطق مطلق الترك يدل على النهي هذا خطأ كبير، وهو فقه نشره ابن تيمية في كتب كتير، يقول لك كده لم يفعله النبي اذا فعله ضلالة. خد بالك كتير كده يقول كده، لانه لو كان خيرا ليه كده مقدمه يقولها لك علشان الاول يخلي عقلك لا يفكر، لو كان خيرا لفعله، ولو فعلناه وظننا انه خير لاتهمناه انه لم يؤدي الرساله، ومعاذ نعوذ بالله ان نقول ذلك، وبالتالي فهو كل شيء تركه ثم نفعله نحن هذا ضلاله، لانه لو كان خيرا لكان فعله. شوف ازاي الطريقه يوم يخلي عقلك لا يفكر. لكن اهو النبي ترك نقض البيت، بالرغم انه كان هو عايز يبنيه على قواعد ابراهيم، لما هو افضل عنده حتى لا تهتز تعظيم البيت في سواه. يبقى الحديث ده قاعده عظيمه تستدل فيها ان المسلم اذا تولى امر المسلمين عليه الا يفتنهم في دينهم، يبقى عدم فتنتهم في دينهم اولى، ولو ترك بعض الواجبات ولو ترك بعض المستحبات حتى لا يفتنهم في دينه، فهم؟ ويجمع شملهم، وألا يفعل الأشياء التي تحتمل معاني كثيرة، يجعل أفعاله واضحة سهلة. واضح؟ فدي كلها أمور مهمة على كل مسلم وكل عالم وكل متصدر للناس أنه يراعيه، وإلا هيؤدي إلى فرقة الناس. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، اقتصروا عن قواعد إبراهيم، يعني اقتصروا هنا يعني قصروا، يبقى اقتصروا معنى قصروا، لأن جعلوا على قواعد إبراهيم ركن الحجر والركن اليمان على قواعد إبراهيم، وجم عند الركنين الشاميان اللي هو العراقي والشامي، وجدوا ان النفقه خلصت فاكملوها بايه؟ بالحطيم، جدار كده محيط زي نصف دايره قوس، لان في سته ازرع لسه من البيت اللي هي مساحه ايه؟ حجر اسماعيل. اقتصروا عن قواعد ابراهيم. قالت فقلت يا رسول الله افلا تردها على قواعد ابراهيم؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. شوف سيدنا عبد الله بن عمر بقى استنتج حاجة، بيقول لئن كانت أمنا عائشة، وكلمة لئن كانت سيدة عائشة سمعت ذلك مش بيشكك في سماعها، لا ده كلام العرب ساعات يجيب لك كلمة تدل على الشك وهو يقصد اليقين، والقرآن جاء بهذا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل ربي أمدا. قل إن أدري في سورة الأنبياء في آخرها لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قل إن أدري، مع إن أدري هنا معناه نفي الدراية والنبيات، مش كده برضو؟ يبقى تأتي بنفي الدراية ويراد اليقين، لغة العرب كده، دي لغة العرب، لازم نفهم لغة العرب قرآنا عربيا غير ذي عوج. أحيانا يقولها على سبيل التشكيك ويقصد اليقين، فهمت ازاي؟ زي هنا بيقول ايه سيدنا عبد الله بن عمر، خد بالك لان عضول عرب فصحاء، عشان كده لما سمعوا القرآن فهموه على طول، ما حصلش عندهم لبس. سيدنا عبد الله بن عمر بيقول هنا ايه؟ فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة، شوف لئن، ولئن هنا واخد بالك تحتمل ايه؟ الشك. ان كانت عائشة، مش ان المشددة للتأكيد، ده ان المخففة من الثقيلة، وان المخففة من الثقيلة ايه؟ تدل على التشكيك، وهو لا يقصد التشكيك، فهمت ازاي؟ لا يقصد التشكيك، يقصد اليقين انها سمعت، فهمت ازاي؟ زي برضه ايه؟ ان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين، نفس المعنى. فاللغة المقصد ان اللغة العربية لغة واسعة، واستعمال العرب للغتهم بيتوسعوا فيها ويتفننوا في اساليبها، فلا بد انك انت تدخلها من اساليب تفننهم لا من ضيق فهمك، والا هتستنتج ان سيدنا عبد الله بن عمر بيشكك في كلام سيدنا عائشه وسمعها من النبي، وهذا لا يليق. فهمت بقى ازاي؟ يبقى لئن كانت عائشه، يعني هي سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى، يعني لا أظن أن النبي لا ترك استلام الركنين الشاميين إلا لأنهما ليس على قواعد إبراهيم. يعني كأن النبي لو كان بنى الكعبة على قواعد إبراهيم كان استلم الأركان الأربعة، فهمت بقى إزاي؟ يبقى علة عدم استلامه للركنين الشاميين أنهما ليس على قواعد إبراهيم. يبقى معنى كده ان لو فرض ان الكعبه بنيت على قواعد ابراهيم يبقى يسن استلام الاركان الاربعه، على فهم سيدنا عبد الله بن عمر. فهمت بقى ازاي؟ وعن ابي قال: حدثني ابو الطاهر قال اخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمه قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير عن أبيه قال: سمعت نافعا مولى بن عمر يقول: سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عن عبد الله، يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله. الكعبة فيها كنز، يعني فيها ذهب جواها، موجود كنز الكعبة، يقال ان سيدنا المهدي هو اللي هينفقه في حروبه لما يأتي، موجود فيها الى الان كنز الكعبة، ففيها ذهب كثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكنت اخذت كنز الكعبة الذي فيها ده وانفقت على بنائها، لان بنائها في سبيل الله، فهم؟ فدل على ان كل مال موقوف على مسجد لا ينفق إلا في مصلحة هذا المسجد، فإن فاض يدخر له. كل دي أحكام ناخد بالنا منها. يعني لو أوقف إنسان مالا لمصلحة مسجد، وهذا المسجد لا يحتاج المال، لا يجوز أخذ هذا المال الفائض وننفقه على مسجد آخر.
بل يفضل محفوظ حتى يحتاجه هذا المكان. فهمت؟ دي احكام مهمة في الوقف نعرفها. فبيقول هنا لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر. يعني يجعل بابها واصل لحد الأرض. انت دلوقتي بتحط ايدك كده تلاقي ايه وانت واقف عتبة باب الكعبة عالي. عملته قريش ليه كده؟ عشان لا تدخل إلا من تريده. فهمت ازاي؟ دي قريش عايزة كده. النبي ما كانش يريد هذا. كان يريد يبقى بابها للأرض ومفتوح. ويعمل مقابل ليه خلفه باب تاني. عشان اللي يدخل يخرج من ناحيته. يعني النبي ما يحبش تحكم خلق الله في خلق الله. النبي عايز تبقى كل حاجة مشاعة كده. الناس كلها تاخد حظها منه. ما يحبش الاحتكار. واحد يحتكر حاجة ويبقى هو المسؤول عنها ويدخل الناس على مزاجه ويخرج اللي مش على مزاجه. ما يحبش كده النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي ايه؟ لا يحب احتكار اي شيء. اللي خلق الله مشاع يسيبه مشاع. ولجعلت بابها بالارض ولا ادخلت فيها من الحجر. وعن ابي قال هيدخل بها من الحجر ايه؟ ستة اذرع. النبي عارفه من المسافة بالظبط. عارفها صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني ابن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشه قالت. شوف سيدنا عبد الله بن الزبير عرف من ستنا عائشه القصه. عشان كده لما تولى الخلافه عمل اللي كان يتمنى النبي. فهمت بقى ازاي؟ لانه راوي الحديث من ستنا عائشه. ففضل الحديث في ذهنه لحد ما تولى هو الخلافة وبقى مسؤول عن أرض الحجاز. خليفة راح هدم الكعبة وبناها زي ما النبي كان يتمنى. فهمت بقى؟ قال سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع. الباب الموجود دلوقتي في الكعبة ايه؟ هو الباب الشرقي. وانما الجدار الغربي ما فيهوش باب. فهمت بقى ازاي؟ وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. وعن أبي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرني ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام فكان من أمره ما كان تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم. لما أول ما بويع بالخلافة سيدنا عبد الله الزبير قبل ما يستتب له الأمر أرسل لي جيش حرقوا الكعبة وهجموا. بس ايه؟ سيدنا عبد الله بن الزبير ايه؟ قدر يصدهم واستقر له الامر 8 سنوات بعد ذلك. كان بناء على هذا انه احترق الكعبه. فسيدنا عبد الله بن الزبير انتظر لما يجي موسم الحج يستشير الناس ان هو يريد ان هو يهدم الكعبه المحترقه ويبنيها بناء جديد بدل ما يتركها محترقه. يبقى برضو امام المسلمين لما يعمل امر متعلق بالكعبه لابد ان يستشير كل الناس. مش زي الوقت الحكومة السعودية تعمل أي تعديلات في الكعبة وفي البيت الحرام وفي بيت وفي مسجد النبي وما تستشيرش أي حد من العالم الإسلامي. هي بمزاجها هي حسب ما تراه هي على مذهبها هي لدرجة آثاره أزالوا آثار النبوة في المدينة وفي مكة وهدموها وجعل بعضها ميادين وبعضها ولم يحفظوا آثار نبينا صلى الله عليه وسلم. لو استشاروا جميع المسلمين لأشاروا لهم كيف يوسعوا مع المحافظة على أثار النبي. لكن للأسف هم يتصرفون بأذهانهم فقط لا يسيرون على وفق المنهج الشريف الذي كان عليه صحابة النبي. شوف عبد الله بن الزبير الكعبة احترقت وهو كان حاكم ما رضاش يعمل حاجة. لما يجي الموسم ويجتمع الناس نستشيرهم. شفت طريقة التفكير دي ضايعة الوقت
كل واحد ياخد مكان يستأثر به ويستأثر به ويتصرف فيه كيف شاء. المفروض أن مكة والمدينة مدينتان لجميع المسلمين، ولا يستأثر نظام بهما وينظمها كيف شاء هو، بل لابد باتفاق جميع المسلمين. فهمت بقى المسألة؟ فالحكومة السعودية الآن تتعامل مع الأماكن هذه بطريقة غير السنة وغير ما عليه ما يجب عليه المسلمين أن يكون، محتكرة المكان. فهنا سيدنا، شوف اقرأ الأحاديث بفهم ودراية حتى تفهم كيف كانوا يفكرون. لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم، يعني موسم الحج، يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. هو أراد كمان يبين لهم فساد أهل الشام. شوفوا تجرأوا على الكعبة ازاي، دي أول حاجة، فيبين فساد وظلم أهل الشام، دي حاجة. يريد أن يجرئهم أو يحربهم على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس، أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها بس. يعني أعمل عملية ترميم ولا أنقضها من الأول، أهدمها وأبنيها بناء جديد؟ فهم؟ أشيروا علي في الكعبة، أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وهى منها. قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي. فرق لي رأي يعني بدا لي رأي، وضح في لي رأي، ظهر لي رأي. بيستشير، هو عامل لجنة بيستشير فيها العلماء، وكتابا فرقناه على مكث ونزلناه تنزيلا. فرقناه يعني أظهرناه. فهمت زي ما فرق يعني ظهر، واستعملت في القرآن أيضا بنفس المعنى، وكتابا فرقناه لتقرأه على مكث ونزلناه تنزيل. فإني قد فرق لي رأي فيها، أرى أن تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا عبد الله بن عباس يعني ميال للحجارة اللي رفع بعضها على كتف النبي وسيدنا العباس، ما كانوا بيرفعوا الحجارة، فدي حجارة يعني ايه، ليها قيمة، يعني ليها اثر في نفوس الناس، بيحبوها لانها بتذكرهم بهذا. فانا ارى انك تحافظ على هذه الحجارة. فهمت؟ ده رأي مين؟ سيدنا عبد الله بن عباس. فقال ابن الزبير: لو كان احدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده، فكيف بيت ربكم؟ يجدده يعني. سيدنا عبد الله بن الزبير قال له: لو كان بيتك يا ابن عباس احترق وابوك انت اللي كان بنيه، كنتش هتسيبه، كنت هتهده وتبنيه بناء جديد، وتقول مش ابويا بقى اللي بناه وجدي اللي بناه، ساعتها هتقعد في بيت محترق؟ فكيف بيت الله اولى. شفت طريقة مناقشة العلماء مع بعضهم؟ فهمت ازاي؟ ده بينظر من جهة وده ينظر من جهة. فكيف بيت ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثا، يعني هقعد ثلاث أيام استخير ربي، ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها، فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس، أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء، حتى صعده رجل فألقى منه حجارة. يعني الناس بقت خايفة متهيبة، فاستنوا لما واحد تجرأ كده وابتدى الهدم، ما جرالوش حاجة، فاشتغلوا معاه سعده، كانوا خايفين لحسن إيه يجرى له حاجة. فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا، فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. عارف انت لما بيبنوا عمارة بيعملوا ايه؟ بيعملوا ستارة كده ويخلوا البناء من داخل الستارة عشان الناس ما تشوفش.
فرفع السطور وأعمدة كده عشان الناس تبقى شايفة كعبة برضو أمامها، والبناء من داخل السطور لحد ما ينتهي البناء ويشيل السطور. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال: فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس، لأنه خلاص الإسلام بقى إيه، الناس دخلوا في الإسلام واستقر في قلوبهم، فالخوف اللي كان عند النبي مش موجود، واللي كان مانع النبي إن الأموال قد تقصر مرة أخرى مش موجود. إحنا دلوقتي معنا أموال كتير، فاهم؟ ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه، يعني حفروا لحد ما وجدوا قواعد إبراهيم في باطن الأرض. لما قعدوا يحفروا من جهة الحجر لحد ما أظهروا قواعد إبراهيم موجودة، أساس موجود عندهم، فبنوا عليه. فهمت؟ حتى أبدى أسا نظر الناس إليه فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة 18 ذراعا، فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع. يعني لما الكعبة طول ضلعها زاد وخلى نفس الطول بتاعها بقت شكلها كأنها قصيرة مستطيلة، فرفعها 10 أذرع علشان تبقى مرتفعة أعلى. فهمت بقى؟ فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان، كان جاب إيه عبد الملك بن مروان بعد فترة، يخبره بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة. فكتب إلى عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء، يريد توبيخه يعني، أما ما زاد في طوله فأقره، خليه طويل أو مرتفع الطول، لكن في العرض لا، خرج الحجر زي ما كان. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه، وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده على بنائه. وعن أبي قال: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جرير قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث ابن عبد الله ابن أبي ربيعة قال: قال عبد الله بن عبيد: وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته، فقال عبد الملك: ما أظن أبا خبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى، أنا سمعته منه. قال: سمعتها تقول؟ ماذا قال؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قومك استقصروا من بنيان البيت، ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه، فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه. خد ستنا عائشة حتى ورين لها صلى الله عليه وسلم، علشان ايه؟ عامل حساب النبي لما يجوا يبنوه تاني بعد وفاته يبقوا عارفين. فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من 7 أذرع. هذا حديث عبد الله بن عبيد. وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا، وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت لا. قال: تعززا ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث: أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فنكت ساعة بعصاه ثم قال: وددت أني تركته وما تحمل. يعني عبد الملك بعد ما هده تاني وأمر بهدمه في مجلس من المجالس عرف ان اللي فعله سيدنا عبد الله بن الزبير كان النبي يريده، فندم بقى. بس ندم بعد ايه بقى؟ هم اهل ندم اصلا بني اميه دول،
هيعيشوا طول عمرهم ندمانين لحد ما يقابلوا النبي. بني أمية هم أهل ندم، من أبوهم الحكم مروان بن الحكم، ما هو النبي لعن الحكم وكان مروان في صلبه، وعبد الملك ده كان في صلب اللي في صلب، فهم أصلا بني أمية دول عليهم 100 علامة استفهام. فهمت إزاي؟ فهم أهل ندم في الدنيا وفي الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى يحكم بين العباد. وعن أبي قال وحدثناه، يكفي ان هم قتلت سيدنا الحسين وآل البيت وهدمت الكعبة، وقتلت عبد الله بن الزبير وانتهكوا حرمة الكعبة وانتهكوا حرمة المدينة وسبوا نساء المدينة واغتصبوا نساء المدينة جنودهم، حتى ان يقال ان 10,000 امرأة حملت من الاغتصاب بسبب انتهاكهم للمدينة. يعني وعشان كده سلط الله عليهم من هم أسوأ منهم، بني العباس، فكانوا سفاحين بني العباس، سفحوا فيهم وقتلوهم، حتى ان لانشأ الدوله العباسيه كانوا يسمى السفاح، لانه مستعان بسفاح كالحجاج بن يوسف، فربنا سلط عليهم سفاح، كيفما تكونوا ولى عليكم. فسبحان الله، سبحان الله في حكمه في العباد. قراءه التاريخ عظه وعبره لمن قراه حتى يفهم فعل الله في العباد. وعن ابي قال وحدثناه محمد بن عمرو ابن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث ابن بكر. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال قاتل الله بن الزبير، حيث يكذب على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر، فإن قومك قصروا في البناء. فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا، قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. ونقف على باب جدر الكعبة وبابها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.